خميس الإضراب العام في مدينة حمص. تتم مداهمة الأحياء في حمص منذ البارحة بحث العين، ويتم ضرب الناس للاعتراف عن مكان تواجده. في حال تم اعتقالي من قبل الأجهزة الأمنية أو قوى الجيش، هناك احتمال أن يجبروني للخروج على قناة الدنيا للاعتراف بأني متآمرة على سوريا، كما فعلوا مع الشيخ الشريف البطل أحمد الصياصني والضابط البطل حسين هرموش. وفي حال تم إيذائي أو إيذاء أي فرد من أفراد عائلتي وبأي شكل من الأشكال، فأنا أحمل النظام وأجهزته الأمنية والشبيحة المسؤولية الكاملة عن ذلك، وأعلن أنني سأستمر في التظاهر والإضراب عن الطعام الذي بدأته أول أمس لكسر الحصار عن أحياء حمص المحاصرة، ولأثبت لكل شركائنا في الوطن كذب النظام وادعائه بوجود عصابات مسلحة وسلفيين وإسلاميين متطرفين يريدون قلب الحكم وإبادة الأقليات. وأوصي الشعب السوري العظيم بأن يستمر بنضاله السلمي حتى إسقاط النظام وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلم بها كل السوريين، وأدعوكم لتوحيد الصف والوقوف معا لإسقاط النظام الفاقد للشرعية منذ اللحظة التي عدل بها الدستور ليناسب استلام بشار الأسد الحكم في سوريا، لا لشيء إلا لأنه ابن الرئيس السابق. وأناشدكم اليوم وكل يوم لنزول إلى الشوارع والساحات معلنين العصيان المدني والإضراب عن الطعام، حتى سحب قوى الجيش والأمن من المدن والشوارع المنتفضة والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون القمع، ولحق دماء السوريين كافة. وأناشد كل السوريين شرفاء في العالم، وأناشد كل إنسان أينما كان لمساندتنا والوقوف أمام سفاراتنا في العالم معلنين الإضراب عن الطعام، تضامنا مع حق الشعوب في التعبير عن رأيها في أنظمتها دون أن يكون لهذه الأنظمة الحق في سلبها حياتها. يا أحرار دمشق، يا أحرار برزة والقابون والميدان، يا أحرار دوما والقدم وداعية والمعظمية وحرستة وزملكة وأربين، يا أحرار المليحة وركن الدين والزبدان، يا أحرار درعا، يا أحرار بانياس واللاذقية وطرطوس، يا أحرار حما وحلب وإدلب والبوكمال ودير الزور والرقة والقامشلي والحسكي، أدعوكم جميعا للإعلان عن العصيان المدني والإضراب عن الطعام في كل الساحات وكل الشوارع، تضامنا مع سجناء السجن المركزي في حمص المضربين عن الطعام، ولفك الحصار عن باب عمر المحاصرة منذ أكثر من أسبوع، والتي تتعرض للقصف المتواصل بالمدفعية وبالرشاشات، والتي عزلت عن العالم ولا أحد يعلم ماذا يحدث في بابا عمر. بابا عمر تتعرض لكارثة إنسانية حقيقية، قفوا معها، لأن أي حي أو شارع أو مدينة في سوريا ليسوا بمنأى عما يحدث في بابا عمر، ما دامت الجامعة العربية تعطي المهلة تلو الأخرى للنظام للاستمرار في قمع الشعب السوري وسلبه حريته وكرامته وحياته. والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها، والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها، والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها. خميس الإضراب العام في مدينة حمص 10/11/2011.